يا ابوي جيت جيت. خير سالمين شبيك؟ يما شقيت طب ماتي. منو شقي لك يا يما؟ تعال حبيبي تعال. منو ما ذولي؟ ذولي ناقه. اي طبعا غير انت تلعبوا ببابهم، ليش شقوها؟ ما هي وقعت وكان هم جالس على اشوف طوبة، كان يلقى اسلحة يضمون من الصناديق. شنو؟ اسلحة. الدولة صار لهم 7 أيام قاعدين. شفت اسلحه ببيتهم؟ يما عزل عزاني، انت صعدت على الباب وشفتها؟ ايه يحطونها. يا يما في دوار، اروح لك هسه خلينا نشوف حال بالله. ابو احمد ابو احمد ابو احمد يا ابويا ابو احمد. هاي تعال شوف رجلك غابتهم ذولي. يا هاي دب التليفون. شكو شكو ايش قد الحين؟ حصر اقعد بالبيت 5 دقائق اتنقي فوق راسي. شكو هو شنو شكو؟ ايش فيك انت عصبي؟ تعال شوف هاي المصيبه اللي صارت، ابنك جاي يلعب طوبه وشقوا طوبه الجيران. اعطيني حبيبي بابا طوبه، فدوى طوبه باباتي، باكر اجيب لك طوبتين حبيبي. ارجع اكمل. ايه عافيه. ها هي ما عنده غير ها شغله، يا معود مو هاي السالفه. شكو ايش قد تلحين 24 ساعه تقرقرين بذاني؟ شكو السالفه؟ ابنك صاعد على الباب وشايف اسلحه وصناديق، والله يعلم شفتهم دول جوارينا. هذول الجوار اللي قعدوا بصفله. ايه سد الموضوع وشفينا الشر، ما بينا حيل مشاكل وحمودي. احنا ما نريد مشاكل. احنا عالم مسالمين يا محمودي. ايه ابكي ابكي بعد، ونقعد هنا ونقفل الباب ونقعد، وما لنا شغله باحد، ولا انت تقول ما علي وهذا يقول ما علي وهذا نقول نخاف. ليش وقت نبقى هيجي؟ لازم نشوف حل. زين ايش مدرك مو دول ارهابيه؟ ها ايش مدرك ما يبقون جهال؟ زين شو اسوي هسه محمودي؟ انا شو اسوي هسه؟ بس فهمين اروح اخبر عليهم شو اسوي؟ لا انا الحل عندي. شنو؟ انا شفت على موقع التواصل الاجتماعي. تتصل على 153 يجوك للباب. ها مو خافوا قاعد مشكله؟ خابروا قاعد مشكله؟ لا كل شغلهم سري وما حد يقول لاحد، وهم يجون ارهابيه يا حين وياخذوهم ونخلص منهم. طيب ردي لي الرقم، ردي لي اياه. اكتب 1 ايه 5 3. زين انا ما عندي رصيد مو تدرين؟ يو مجاني بلاش، بعد شو تريد؟ يلا حنا بس خلصني من هالمصيبه يا عين يا ابو حمودي. الى ابناء شعبنا الكريم، نشكر تعاونكم مع مديرية الاستخبارات العسكرية ووعيكم وشعوركم بالمسؤولية اتجاه وطنكم، ونشكر جهودكم بتزويدنا بالمعلومات عن أماكن اختباء العناصر الإرهابية والعناصر المشكوك بها والمشبوهة. سوف نتعامل بسرية تامة مع المواطنين الذين يزودوننا بالمعلومات الصحيحة، والاتصال بالرقم المجاني 153. مديرية الاستخبارات العسكرية.